السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة هنا. عندكم رقمين بالأعلى للي أبناء الداخل من زاخو إلى الفاو تقدرون تتصلون بينا، وعندكم رقمين في أسفل الشاشة من خارج العراق الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، وأيضا الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر يقدرون يتصلون عليها، ونفس الرقمين الموجودات جوا بيهن رقم الواتساب تقدرون تشاركون عليها. ننتظر مشاركاتكم إبداء آرائكم على المواضيع اللي راح نطرحها، أو اللي عنده موضوع يريد يطرحها بالبرنامج احنا جاهزين لسماع رأيه. نبدي ملفاتنا. أول ملف عندنا هو مشكلة المشكلات بالعراق، الصراع السياسي. اليوم بالعراق الكل يعرف أنه أكو صراع سياسي على مناصب، أكو صراع سياسي على المغانم، أكو عركة بالعراق. العركة هي كرسي. هاي الصراع المستمر سبب أنه كل من يريد يحصل هذا الكرسي حتى يقعد بهذا المكان حتى يستفاد يشيل المالات. اليوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى صلاة جمعة موحدة لدعم موقف طلعوا المئات من أتباع التيار الصدري وراكبين أحدث السيارات الفارهة والفخمة، كان أغلبها اللي احنا نسميها الجكسارات الكبار. دعوا الناس حتى يحضرون صلاة يوم الجمعة المقبل. صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت مقاطع فيديو أكو بيها مؤيد وأكو بيها متهكم أو أكو بيها متسائل. اللي تساءل يقول من وين للتيار كل هاي الأموال؟ من وين للتيار يركب هيك سيارات؟ هذه مو فلوس الشعب، هذه مو فلوس الشعب اللي هم يقصدون به التيار، ده يدعو الشعب إنه يكون زاهد ويعيش في فقر وإنه يكون راضي بقسمته مثل ما يقولون. وسط هذا التناحر خلونا نشوف. خوش سيارات ما شاء الله، حمايات وسيارات وصافرات مع الشرطة وكل آخر موديل ما شاء الله. بس سؤال، هذا منين جاب هاي الفلوس حتى يركب هاي السيارات؟ صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة. بالنسبة لتقريرك هسه وكلامك على التيار الصدري منين جاب الفلوس، احنا نعرف التيار الصدري من 2003 لحد الآن هو شريك رئيسي بكل الحكومات اللي شكلت، وهو جزء من عملية سياسية. يعني هم لا هم معارضة ولا هم مجاهدين، هم ناس دخلهم بالعملية السياسية ودخلهم بقوة، لأن الشارع أغلب الشارع الجنوبي هو اللي كان للتيار الصدري من كان مخشوشين به، فدخل بالوزارات كلها، دخل مناصب عليا أخذ، وعنده مكاتب اقتصادية، وعنده مناطق مهيمن عليهم سيطر عليها. نعم. وصولة الفرسان اللي صارت على رأسه بالبصرة صارت من وراء التهريب المخدرات والنفط الأسود والهيمن على الميناء، فهو أسعد العيداني وغيرها، كل هالناس كانوا فاسدين يأخذون عتاوات، وشوفوا صار عندهم هسه حاليا من أموال يصرفون على صلاة موحدة. شنو أهداف هاي الصلاة الموحدة؟ احنا كعراقيين وناشطين سياسيين نريد نفهم شنو أبعادها، شنو أهدافها. أنت انسحبت من البرلمان، الأولى والأجدر مقتدى الصدر السياسي المفروض به ينسحب من الحكومة، يعني الدرجات اللي عنده العليا والوكلاء الوزارات والوزراء والوزارات الخدمية اللي مسيطر عليها من 2003 ولحد الآن، الأولى بي والأجدر بي ما ينسحب من البرلمان، لا ينسحب من الحكومة والوظائف الموجودة عنده
والسفراء والوكلاء السفراء والقنصل وغيرها، لكن هو هذا غايه لانسحابه من البرلمان في سبيل يطيها وباحها الى دوله القانون. وهسه شوف دوله القانون يوميه هادي العامري حيدر العبادي وهم مرشحهم الرئيسي المالكي اللي كل العراقيين رافضينه، مقتدى الصدر طال مجال وفسح له الفرصه يعني يكون ولايه ثالثه. اذا مقتدى الصدر هذا يعني هذا ما نعرف شلون نوصفه، مجرم قاتل سارق متملق يصعد الموجات اللي صارت بكل المظاهرات اللي صارت سابقا، هو ركب الموجه. حاليا هاي الجمعه صلاه الجمعه يريد يرهب الثوار تشرين الابطال، يريد يقول لهم شوفوا ثقل ايش قد راح يطلعون الرعاع والاغنام اللي له والكلاب اللي له مع الاسف يطلعون خلينا نقول مليونيه مثل ما حكى، يشوف للناس والتصوير والاعلام اللي تابع له يرهب بيه ثوار تشرين يقول لهم انا اكبر من عندكم وثقلي اكثر بالشارع. وهم رساله ثانيه الى دولة القانون والإطار اللي هو يقول أنا بصراع معاهم وأنا معارض ضدهم، راح يشوفهم أنا مسيطر على الشارع. إذا عنده أهداف وغاية يستفاد من الموقف، أما هو ضد حكومة وضد فساد ويريد يحاسب فاسدين مثل ما دخل بالانتخابات وكذب على الشارع العراقي أنه مصلح ويريد يحارب الفساد، أي فساد اللي حاربته وأنت جماعتك هم اللي راح يصلون الجمعة، هم نفسهم أهل التواتي واهل القبعات الزرق واهل الاغتيالات والكواتم والخطف، احنا نعرفهم كلهم ناس سلابه وكلهم مجرمين تابعين الى التيار الصدري اللي خرجت من عباءه مقتدى الصدر، العصائب والنجباء وكل الميليشيات الوقحه اللي هو يسميها وقحه خرجت من تحت عباءته، ناس مجرمين قتله مهربين المخدرات مغتصبين فاسدين سراق مجرمين. يعني حتى هاي موجة المجاهدين سابقا اللي هي صارت فقط بالمناطق السنية ركبها مقتدى الصدر وقال أنا مقاومة الأمريكان، أي مقاومة ومدينة الثورة مدينة الصدر اللي واقفين بالطوب بالسرة يبيعون سلاح للأمريكان للمونسوان، يا مجاهد أنت أيضا هم ركبها سابقا ويسمي نفسه مجاهد، أي مجاهد أنت طفيت فتوى بالجهاد يا مقتدى الصدر، لو سيستاني طفتوا لو مناطقكم صارت فيها مقاومة، فهو يركب الموجات والضحية الشعب العراقي وثوار تشرين. نعم شكرا شكرا لك أخ صباح. قضية الصلاة الموحدة اللي يدعو لها مقتدى الصدر، الناس علقت على هذا الموضوع وتفاعلت وياه، واختارينا لكم بعض التعليقات من منصة أو من موقع فيسبوك. عندنا أول تعليق من أبو تقي يقول أكبر دليل على فسادهم هو ترفهم ومرتاحين وعايشين أحسن عيشة. جمال موسى ويقول وين الزهد اللي كل ما يصعدون على المنبر قال الإمام علي وقال الإمام علي ويتكلمون عن زهد الإمام علي وهم كل البعد عن الإمام. حسن الناصر يقول إلك الله يا الفقير تلم بالزبالة حتى تحصل لك كم ألف وتوكل عائلتك طماطة وبتيتة لو يصحن أو لا. ضياء الغريب يقول كل شخص سواء كان مواطن أو رجل دين أو كائن من يكون ويرى الفساد في بلدي منذ 2003 وساكت وإلى إيد في هذه الدولة فهو باطل وخارج عن الدين. مشاهدينا الكرام كانت هذه التعليقات على قضية الصلاة الموحدة اللي يدعو إلها مقتدى الصدر يوم الجمعة المقبل. المشكلة اللي نصير بيها أنه طلع من الحكومة أو ما طلع من الحكومة، طلع من البرلمان أو ما طلع من البرلمان، هو مشارك بهاي العملية السياسية. شغلة ثانية ثوار تشرين وطلع وقالوا أي شخص موجود بالعملية السياسية من 2003 لليوم ما نريده، فهل يتوقع أنه أكو تأييد إله خصوصا بعد ما العالم افتهمت؟ نعبر من القضية السياسية والصراع السياسي ونروح للملف الثاني بالحلقة اللي هو عن الكهرباء. الكهرباء انقطاعها مستمر اليوم بالعراق، مشاكل الكهرباء كبيرة وأكو معاناة عراقية كبيرة بهذا الموضوع. القضية طلع لنا وزير الكهرباء عادل كريم بلقاء صحفي على إحدى القنوات الفضائية تحدث عن تحسن الطاقة الكهربائية بالعراق وعن تحسن تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق، وقال أنه تزويد الطاقة الكهربائية بهذا الصيف راح يكون أفضل من السابق، وأن المواطن بدأ يشعر بتحسن بالطاقة الكهربائية مثل ما هو قال. أدري أريد أسأل سؤال، إذا هذا الكلام صحيح لعد ليش العالم دا تعاني وكل الناس تقول ماكو كهرباء والحر كتلنا كتل؟ خلونا نسمع تصريح عادل كريم. هيئنا نفسنا قدر الإمكان خلال الخريف والشتاء أو الربيع هذا الربيع
أجل أن يكون هذا الصيف أفضل من الصيف الماضي. والحمد لله والشكر لحد الآن الشبكة مستقرة وتجينا يومية زيادات في طاقات التوليدية من المحطات أو من إكمال الصيانات أو من إكمال الخطوط أو المحطات الثانوية أو نصب محاولات وأعداد كبيرة جدا من محاولات التوزيع. نعم. هذا الصيف حسب اعتقادنا راح يكون أفضل من الصيف الماضي. ومع علم أنه قياساتنا أنه يوميا نقيس أكو زيادة طلب عن اللود عن العام الماضي من 20 إلى 25%، وهذا بصراحة غير مسموح في تاريخ في تاريخ يعني ربع في ربع أي بلد، يعني هو ربع الطاقة ازدادت. وهاي عن تراكمات سنوات الماضي، ما أتكلم عن هذه الحكومة. زين. لذلك الوضع راح يكون أفسر أحسن، وأتصور المواطنين يعني دا يحسون أنه أكو تحسن. تعرفون هو ايش قال؟ قال اكو زيادة على الطلب 25 إلى 30%، وهي ما صار بأي دولة من دول العالم، بالتأكيد ما صار بأي دولة من دول العالم، لأنه ماكو دولة تعاني بالعالم مثل ما يعاني العراقي بالكهرباء. إذا نريد نرجع لي ورا بال 2003 لما صار الاحتلال كانت اكو جدولة. كل المناطق تجيها كهرباء، بس الناس تعرف كل منطقة جدولها شو وقت راح تنقطع، وما تنقطع 10 و12 و20 ساعة، وما تنقطع يوم ويومين وثلاثة. اللي صار بالعراق أستاذ كريم، أحب أني أبين لك إياه إذا ما تعرف، أنه موضوع الكهرباء أو ملف الطاقة الكهربائية في تنازل، الكهرباء بدأت تقل 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 إلى درجة أنه ماكو كهرباء صارت بالمناطق، وأكو مناطق فيديوهات نشرت يوم ويومين وثلاثة ما عندها كهرباء، فبالتأكيد يصير عندك زيادة بالطلب بنسبة 25%. لكن أنا أريد أسألك سؤال، المحطات اللي نشرت اللي ما اشتغلت مرة أو مرتين بس وين؟ الفلوس اللي انصرفت على الكهرباء وين؟ المليارات اللي انصرفت على الكهرباء وين؟ جاي هسه تقول لنا انه اكو تحسن بالطاقه الكهربائيه. تصريح الوزير شافوه الناس بسخط وسخريه على مواقع التواصل الاجتماعي. راح اعرض لكم بعض التعليقات اللي اختاريناها لكم من موقع الفيسبوك. ابو عباس الموسى يقول الوزير يمكن ما قاعد بالعراق، لو بالعراق بس كهرباء الطوارئ ما تفصل يمه. علي العتاب يقول تمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية الثامنة لتصريح الشهرستاني الشهير العراق سيقوم بتصدير الكهرباء إلى الخارج قريبا، وضاحك على التصريح. علي هادي حسن يقول الصيف راح الكهرباء تجي وتطفى، خبلتنا هذا الصيف والله الحمد لله ما تجي أبد. مالك ستار الطائي يقول أتمنى أعرف شعور هذا الشخص وهو قاعد بالتجاوز ويشغل المولدة مال البيت وهو قوة مدبر لها بنزين، ويجي وزير الكهرباء يحكي هذا الكلام يمه، رأيكم إيش راح يسوي بالوزير؟ أم عمر من بغداد حياك الله. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله مشاهديها. حياك الله يا غالي. أستاذ أفل، إحنا بالنسبة لكل الحكومات اللي حكمت العراق كانوا صرف الكهرباء تتحسن، وحكومات السابقة اللي حكمت من هذه الكهرباء لحد الآن يعني صرفت مبالغ كلش يعني قوية، ويعني بحيث إنه تسوي طاقات يعني في 4 دول يعني بهذه الميزانيات اللي صرفتها تريليونات اللي راحت وانصرفت بالجيوب الفاسدين وبالجيوب الوزراء اللي حكموا العراق من 2003 ولحد الآن. هاي المبالغ اللي لو سووها الشبكات عندنا كهرباء ورجعت المصافي اللي مصفد يجي وكافة المصافي اللي كان عندنا بالعراق هي اللي كان شغلت، تقبلون أن نستورد إيران ويستفادون تستفاد إيران من هذا الغاز، لكان العراق يستفاد أيضا أهم من الشباب اللي قاعدين عاطلين عن العمل، الخريجين اللي قاعدين يطالبون وظائفهم ما يلقون أي تعيينات. كل هاي الأمور لو دارت الحكومات المتعاقبة للشعب العراقي بالوضع اللي عايش فيه المأساة بما الكهرباء لكانت حسنت عندنا، وكلها الشباب اللي عندنا عاطلين اخذوا دورهم بالاعمال يعني اللي تلما حسب مكانته وحسب يعني شهادة عمله. نعم. لكان عندنا الكهرباء ممكن ان نستفيد من عندها، بس هم ما يقدرون يسوون الكهرباء ولا يقدمون خدمة للشعب العراقي لانه ما عندهم حب هذا الشعب، ما عندهم ولاء، ويردون اذية المواطن العراقي. وكل هاي الامور لو كان صرفة دخل الكهرباء والله تحسنت، احنا 19 سنة والكهرباء يعني كلها بمحافظاتنا، اذا كان بغداد واذا كان بالجنوب
كلها ما تجي ساعه ساعتين باليوم بالضبط. اما حتى من يحدد وزير الكهرباء يتكلم بانه الكهرباء هذه كلها علامات يوم يوميا ممكن بعدين وراها ترجع ضربته يعني بعض الشبكات انضربت، فهذه اعلاناتهم تبعنا من عندهم وتبعنا من اكاذيبهم. هاي الكهرباء اللي عندنا اصبحت يعني شريان الحياه والماء للاسف، انه هاي الحكومات ما قاعد تنظر بانه هي وسيله للشعب العراقي. ممكن يعني الكهرباء ترجع المعامل تقدر تقول اكو امور وحي المواطن العراقي الاستفاد من الكهرباء وضعفها، اكو ناس ما عندهم امكانيه للسحب او هاي المظهر اللي صارت ببغداد وكل المحافظات الوفايرات اللي موجوده والمولدات اللي سبب غازات لها ويعني حراره الجو اللي قاعده تاثر. احنا بس 22 لحد الان عندنا مولدات في العالم كله ما عندهم لا مولدات، لا نشوف هاي الوايرات اللي مستركه بين الشوارع وبين الافرع، هذه ظاهره غير حضاريه والحكومه قاعده تشوف هاي الامور. لكن للاسف استاذ اسد يعني ما عنده اهتمام بهذا النظر، ما عنده انه تقدر تقدم فشيء يعني تحسن من عند المواطن ويشكر هاي كلها اللي قاعده تتم سرقه هذه الامكانيات اللي قاعده تنصرف واللي قاعدين اللي هم نفسهم الوزراء يتكلمون باعلاماتهم كاذبه وما من عندهم لا من احد حاسب هذول اللي قاعد يسرقون اللي قاعد اللي بيرتشون من هذه يعني الاموال والمهاراتهم والجماعه والميليشياتها. فما تقول ان حسبنا الله ونعم الوكيل بكل هاي الامور اللي قاعد تصير. وانا اشكرك وشكرا شكرا شكرا لك ابو عمر. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. أبو عبد الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد أفل الله يساعدك. ويساعدك. قبل الشهر الثاني قال بلش 2013 يريد يصدر كهرباء من العراق. إيه. قل له أنت تكفي العراق هسه وبعدين يلا صدر. هذا الوزير الله من سولف من عيسولف شنو هذا؟ يعني يحكي خليني أطلع بداخلي. هاد مجنون نفسه عمي. هذول الناس دايحين جتني ناس دايحة على التاقة جت تبوق مالات البلد بتمشي. هو عشر الثاني حلاق خلي مشون قانون من اين لك هذا وشو هيك الساعة شلون تطلع وشلون تنتقل السجون. نعم ناس دايحة عمي ناس دايحة ما جو يفيدون البلد جو دمار البلد دول ناس دايحة ناس طايح حظها صرفها بفلوس العراق. منبره يجيب الشهاده منبره مشتريها بفلوس ماكو ويقول لك انا دكتور. دكتور ليش انت قل له؟ حش السامع مع احتراماتي لك ومع احتراماتي وقناتك للعراق الشريف. قل له حيوان دماثل انت شهادتك ما ليش؟ عنده شهاده هو؟ نعم. يسوي هذا يسوي ذاك. على سياق يمشي على سياق ايران والانقص منه امريكا والانقص منه اسرائيل. يدمرون العراق. نعم. العراق هو الواقف وجه اسرائيل وجه الدول الحاقده على الاسلام. نعم. وانا ممنون منك استاذ فهد. شكرا شكرا شكرا. هم لو يفكرون يشغلون قانون من اين لك هذا كان طلعت بلاوي ومصايب. اكو ناس نعرفها اللي كان ملاقي ياكل ويشرب واللي كان يشتغل بمهن بسيطه جدا واليوم عنده عمارات وفلل بدول العربيه والدول الغير عربية. المهم نطلع من هذا الموضوع نروح إلى ملفنا الثالث اللي هو أيضا مو بعيد عن الكهرباء اللي تعاني منها المدن العراقية اليوم. اللي يصير هسه عندنا بالفيديو اللي راح نعرض لكم اياه بعد شوية ناشط ينقل معاناة منطقة برغة التابعة لناحية بهرز بمدينة معقوبة مركز محافظة ديالى. المنطقة البيوت اللي بيها طابو صرف أو ملك صرف، يعني أبو البيت اللي عايش بهاي المنطقة البيت إله ملكه، بس هاي المنطقة ما بيها خدمات ما بيها بنى تحتية. إذا تلاحظون الصورة ركزوا الشارع وركزوا الوضع ويتم تعليق أسلاك الكهرباء على أعمدة من الخشب بسبب عدم مد أسلاك الكهرباء والعواميد بشكل صحيح. خلونا نشوف الفيديو. السلام عليكم. اليوم أنا في منطقة برغة التابعة إلى ناحية بهرز.
هاي المنطقة اللي أني حالياً أتواجد بها منطقة سكنية طابو صرف. بس الغريب بالموضوع أنه لحد هاي اللحظة الأسلاك الكهربائية والتيل شلون ما نسميه كله عبارة عن خشب. أي حقيقة خشب؟ اليوم التسليك على الخشب، اليوم الناس هنا تعاني في أي لحظة من كارثة، لأن أي جدحة ممكن تصير بهاي الأسلاك الكهربائية الوطنية ممكن أنه تؤدي إلى قتل يمكن عشرات الأشخاص المتواجدين هنا، بالإضافة إلى أنه وجود مدرسة للتلاميذ للأطفال في المنطقة والأسلاك صف السياج. اليوم هاي المنطقة تناشد تقول إحنا طابو صرف، هاي منطقة سكنية في وسط معقوفة في ناحية بهرس، بس المشكلة إنه لحد هاي اللحظة ما نمتلك أسلاك أصولية. اليوم إحنا نعاني من نقص الأسلاك بالإضافة إلى شحة المياه. هاي الناس هنا تناشد الحكومة تقول نقذونا، ممكن إنه في الشتاء نندتل في أي لحظة، وأيضا بالصيف لأن هاي الخشب اللي موجود ممكن يشتعل في أي لحظة ويؤدي إلى كارثة، مثل ما ذكرت قبل قليل أنه نتعرض للصعقة الكهربائية في أي لحظة. العالم تفكر شلون تلغي عواميد الكهرباء والأسلاك الكهربائية وتبني شلون تمد الكهرباء دفن بحيث أنه ما تشوفها بدول العالم المتقدم. العراقيين لحد الآن حاطين له خشبة والخشبة مايلة، لكن المشكلة هنا أنه هذا الفيديو اللي طلع على السبورغة، أنا أوجه التساؤل لأربع جهات: البلدية ووزارة التخطيط والبرلمان والنزاهة. لما طلع طابو صرف بهاي المنطقة وين الخدمات؟ هي غير تأسسون خدمات وشوارع ومجاري وكهرباء ومي وشبكة تحلية ومحطة تحلية ومحطة إنتاج كهربائي ومحطة تصريف مياه المجاري ومحطة تصريف الأمطار، وراها تفكرون تطون طابو للناس حتى الناس تعيش مرتاحة؟ لو خلص اللي إجا قعد وبنى هاك هذا طابو صرف وروح أنت دبر نفسك. المواطنين من خلال تعليقاتهم على منصة فيسبوك أكدوا على معاناة المنطقة من مي وكهرباء واعتبروا المنطقة منسية، وأكو بعض من أكد أنه السياسيين يمدون أعمدة كهرباء إلى مناطق زراعية حتى تتقسم بيناتهم ويبيعوها كأراضي سكنية، بينما هاي المنطقة مطوبة وأصلية بس انتركت بدون خدمات. أول تعليق ويانا من سماح العبيدي تقول فعلا أحسنت، المنطقة مهملة جدا، لا كهرباء ولا ماء. أبو الطيب آل حديد يقول إجوهم بالانتخابات قالوا لهم راح نسويها أحسن من دبي. وحيدر مناهي يقول بطريقك مر على باب الدرب وشوف أسلاكها وشوف المي والكهرباء شلونهن، مع العلم طابو صرف أيضا ده يقصد منطقة ثانية بغير مكان اسمها باب الدرب، همين طابو صرف وهمين نفس المشكلة. محمد القيسي يقول لا حياة لمن تنادي، لأن سنين وأعوام وإحنا الناشد وما حد إجا وشاف صورة حل لهاي المنطقة المنكوبة، خاصة دوائر بهرز عامة ما مهتمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن مشاهدينا الكرام كانت هاي التعليقات حول قضية منطقة سكنية في العراق، تحديدا بمحافظة ديالى بمدينة معقوبة مركز المحافظة بناحية من نواحية اللي هي بهرز، بقرية أو منطقة اسمها برغة. المنطقة مثل ما شفتوها لا شارع لا رصيف لا كهرباء لا مي، كل شيء ما بيها. المنطقة عبارة عن ترابة، أكو بيوت، إذا تتابعون هنا أكو بيوت أكو بناء وأكو وايرات مطشرة. هو سأل سؤال يقول الوايرات بصف المدرسة، يعني جدحة واحدة ممكن يروحون بها العشرات، بس يجي واحد يسأل يقول له هي أكو كهرباء حتى تجدح بس تصير. ننتقل إلى موضوعنا الرابع بهاي الحلقة، مي البصرة مي غير صالح للشرب أو غير صالح للاستخدام البشري. أهالي منطقة القبلة بالبصرة يعانون من تلوث المي وشكوا من أنه المي اللي موجود عندهم بالمنطقة ما يصلح للاستخدام البشري. وتساءل أهالي البصرة وين المشاريع اللي وعد بها محافظ البصرة أسعد العيداني، علما أنه البصرة المفروض انبنى بيها محطة للتحلية، من المفترض أنه هي هسه شغالة، من المفترض
انه ما يعانون من مي غير صالحه للاستخدام البشري. خلونا نشوف المي بناحيه القبله. يا الله السلام عليكم. يوم 11/7/2022 جاء اهل القبله واهل البصره شنو يردون يعني؟ هذا عصير وجاي يجي لهم بالماطور. بعد شنو يردون؟ خافهم يقول واحد السطل وصخ لو شيء هذا السطل يلا وشوف. شوف الطرقات السوداء كلها عصير صب، عصير خالص. شنو تردون بعد؟ يعني هم متعافين يعني هذا الماء حتى السمح ما يسمح به، ريحه خايسه. ريحه خايسه باع عليه ريحه خايسه وتراب وياه وطين يعني هاي شو حتى السمح ما ينسمح بيه ويقول لك ليش تحكي ليش تصرخ ليش تلطم والناس البعض يقول لك عم ايش تردون بعد عصير وجاي يجيكم بالماء شاهد البصره هم متعافي يدورون هاي قضايا طلايب ومشاكل هذا عصير مخلوط بماده يعني صاير عندكم طعم بيه شنو المشكله بريحه وبطعم حلو شلون ريحة جسر الزبير؟ نفس الحالة. اللي مرايح للبصرة ومرايح الجسر الزبير علويت سأل شنو الريحة اللي موجودة جوا جسر الزبير؟ روح إلى أي منطقة بيها مي أو نهر أو بحر وأكو فترة من الفترات لما السمك يصعد على الجرف تصير بيه ريحة عذرا زفرة. هذه اللي يقصدها. رأي رقم واحد. رقم اثنين أنا ما مشتغل بمؤسسات تحلية المياه. بس اكو تانكيات المفروض والتانكيات لها صيانه ولها تنظيف غير هيك اكو مشاريع لتحليه المياه غير هيك كل العالم تعرف ان المي ورا ما يتصفى يضيفوا له كلور نسبه معينه حتى يكون معقم هذا الشيء صاير هنا انتم جاوبوا عليها ننتقل الى شويه للشمال نطلع من البصره نروح الى ناحيه الرشاد بمحافظه التميم التلوث اللي صاير بمشروع المي هناك بسبب تسرب النفط من أنبوب شركة نفط الشمال النفط تسرب من هذا الأنبوب إلى مياه مشروع الأروائي اللي يغذي تقريباً 25 قرية ويغذي مناطق زراعية واسعة بمحافظة التأميم بدون ما تتدخل شركة النفط للحد من استمرار التلوث أو التسرب النفطي على المشروع الأروائي لقطات راح ننقل لكم إياها من مشروع المياه اللي تبين الفلاحين هم واقفين عاجزين ما يقدرون لا يسقون زرعهم ولا يقدرون يستفادون من المي بسبب التلوث. هذا نبض هذا عالم شرب من عنده عالم يعني غسل من عنده ماي هادينا كاسينا بوري نفط وقاعد علينا المي كله نفط ذب لك قطب جقاله تور تور اي والله المي ور والله العظيم ماي رب الله العظيم ناشد الحكومه العراقيه ناشد من ناشد من الحكومه العراقيه والله شوفوا لنا حل لهذا الموضوع ان شاء الله ان شاء الله اي والله ما يرم اخي ما يرم لا شرب لا شيء اخوان هذا حال الفلاح مال الاذره ايش راح يسوي دحق الاذره يريد يسقي وهذا الماي بنفط تعال شلون سيد توكل بالله سيد الماي بنفط يقول هذا حال الفلاح مال الاذره يريد يسقي عادي يسقوها بمي بنفط على مود الذره تجيك بس تحط جداها وجواها هي توجد تصير شاميه ما يحتاج يحطها بجذريه. ننقل لكم التعليقات على هذا الموضوع. اول تعليق من ابو فاطمه العقيدي يقول ها ضاحك ويقول ايمو كركوك ام النفط لفط والمواطن مشفوط شفط من الحر على سره البنزين. وسام يقول حسبي الله ونعم الوكيل على المسؤولين. حسين الصحافي يقول القادة السياسيين والأحزاب ملتهية بتقاسم الكيكة ما عندهم نظرة مستقبلية حول تأمين مصادر المياه للعراق. وغفران تقول يعني ماكو أحد تهز غيرته على هاي الناس الفقرة كل البلدان للأحسن إلا العراق نحو الأسوء حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. إذن كانت هي هاي ملفاتنا. آخر ملف تناولناه تلوث المياه عندنا المي الخابط اللي موجود بالبصرة بناحية القبلة وعندنا بناحية الرشاد في محافظة التأميم مي ملوث بسبب تسرب نفطي من أنبوب نفط الشمال. حياك الله عبد الرزاق من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل بالنسبة لتلوث المياه أيه؟ هي البيئة العراقية بسرعة ما ملوثة يعني بالبصرة بالمحافظات الجنوبية يعني الأمراض السرطانية منتشرة بشكل يعني مرعب يعني نعم ما صحيح يعني نعم ايه
نعم سادتي. اي لا تفضل تفضل اخ عبد الرزاق. ايه فالامراض منتشره يعني بشكل يعني مرعب، لان ماكو متابعه من قبل المسؤولين اللي يتابعون هذه الامراض وهذه خطوره اللي على المواطنين، مكتهين يعني بس بمصالحهم، هذا مكتهين بالصلاه الموحده، هذا مكتهين يعني ما احنا ببلد بلا بلا يعني بلا دوله بلا حكومه، يعني ما مثل العراق هيك، يعني الشعب ما يتعرض الى امراض خبيثه ملوثه وامراض سرطانيه، وبالله عليك مسؤول ما يتابع هذه، يعني هاي يا دوله هذه انت جاي تشوف اليوم يعني الشعوب جاي تنتفض، لكنه مع كل الاسف الشعب العراقي باقي لحد الان يريد هم فتوى حتى على مود ينتفض ويسوى، هذا شوف الشعب هذا السريلانكي هذا الشعب الفقير شلون غير حكومه غير بلد يا اخي. نعم. احنا اذا نبقى واحد يباح الاخر وواحد يعني ينتظر النتيجه الاخر، يعني ما راح يصير حال، ما نوصل نتيجه، نبقى نفس الحال، يبقى نفس المسؤولين ونفس الاوضاع المهينه ونفس يعني نفس الامراض منتشره. نعم. تنتشر الامراض اكثر، لكن المفروض يعني تكون هم من العراقيين ككل، ما يصير يعني جهه على جهه، هات شوف الشعوب شلون من تنتفض وتريد الحياه يعني تغير أنظمة تغير أوضاع، لكنه إحنا للأسف الشديد نبقى ننتظر ونبقى نوح ونبكي، ما يصير هيك، يصير أبو البصرة من المي ما تلوث، من الأمراض ما تكتب أمراض سرطانية، تعقيد وتنتظر حل من الحكومة، ما يصير هيك، يصير تفوت غير نظام. اليوم يعني السكوت والصمت هذا ما يجيب نتيجه، ما يجيب حل، يعني المفروض من الناس او المحافظات يعني العراقيه تنتفض، ما يصير كذا هو يبقى واحد يعتمد على الاخر. تحياتي لك استاذ. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. انا عندي نصيحه اوجهها الى المسؤولين الموجودين بغداد او بالعراق، او كل واحد يقول على نفسه انه انا مسؤول. اكو قنوات تلفزيونيه موجوده بالساتلايت تبث وثائقيات، ما راح اعطيك اسمها، شويه تعب نفسك ودور عليها، دور بذني الوثائقيات، اذا ما تريد تدور بالتلفزيون دورها بالانترنت. اكو بعض الوثائقيات اللي انبثت عن ناقله نفط انقلبت بالمحيط او تسرب نفطي في بحر ما، وشوف الاجراءات اللي اتخذوها بهذا الوثائقي، وشوف الدول شلون تتعامل ويا اي تسرب نفطي حتى تحد من الكارثه البيئيه اللي من الممكن تصير، لانه هي مو بس يعاني من عندها الفلاح او يعاني من عندها الانسان، حتى الحياه البحريه او النهريه اللي موجوده جوا راح تعاني من عندها، وضررها راح يكون اكبر اذا ما تعاملت وياها بصوره صحيحه. فانصحهم شويه انه يتعبون نفسهم ويدورون، اذا ما يعرفون حتخلي يتعلمون ويجيبون المواد اللي يستخدموها حتى يحدون أمن التلوث اللي يصير بناحية الرشاد. والشغلة الثانية، الفلوس مال العراق نرجع ونسألها وين دا تروح؟ اليوم مواطن سأل يقول لو يفعلون قانون من أين لك هذا؟ قبل ما يفعلون قانون من أين لك هذا؟ أتمنى يفعلون قانون أين تذهب أموال العراق؟ أكو مشاريع دا تنصرفوا مليارات وعشرات المليارات ومئات المليارات انصرفت على الكهرباء والمي والنفط وغيرها 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 وغيرها. وين نصرفهم إذا المواطن العراقي ما يحس بتحسن إلى هاي اللحظة؟ ننتقل إلى قضية الإنفوغرافيك، سلط لنا قسم التواصل الاجتماعي الضوء على قضية هي مدينة الموصل، وراء 5 سنوات من استعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش، إلا أن المدينة بقت مدمرة، أزقتها مليانة أنقاض، بيوتها مفلشة، محلاتها ومؤسساتها خارجة عن الخدمة، الكثير من أهاليتها عايشين بالمخيمات. خلونا نشوف هذا التقرير. هكذا تبدو مدينة الموصل وكأنها خرجت للتو من القصف والتدمير رغم مرور 5 أعوام على انتهاء العمليات العسكرية. الذكرى 5 لانتهاء العمليات في الموصل وتدمير معظمها تمر ثقيلة على أهلها الذين ما يزالون يرون ركام بيوتهم المدمرة رغم وعود الحكومة في العراق بإعادة إعمار المدينة.
مسؤول في ديوان محافظة نينوى أقر أن كل جهود السنوات الخمس الماضية في الإعمار لم تتعد 15%. تحت الأنقاض ثمت جثث لمدنيين قضوا بقصف التحالف الدولي والقوات الحكومية والميليشيات المساندة لها فيما سمي بحرب تحرير الموصل من داعش، إضافة لآلاف المفقودين. فقبل أيام فقط تم انتشال هيكلين عظميين يعودان لطفل ورجل بالغ في منطقة الميدان في محلة السماكة في الموصل القديمة. ورغم وعود الكاظمي وحكومته بإعادة إعمار المدينة، إلا أن الفساد الحكومي وعدم الجدية يبدوان أوضح من سراب الوعود. ورغم تبرع عدة منظمات دولية بمعامل لتدوير الأنقاض واستخدامها كمواد أولية للبناء، إلا أن الحكومة شيدت هذه المعامل في أماكن بعيدة عن المدينة القديمة وأنقاضها لتفقد هذه المعامل جدواها. موفق الويسي أستاذ في جامعة الموصل أكد أيضا غياب أي إرادة حكومية لإعادة إعمار المدينة، وضرب مثالا على ذلك مطار الموصل الذي ما يزال مجرد حبر على ورق. وقسم ناس لا والله فطست من الجوع استهلكت. بعد خمس سنوات ما تزال الغصة في قلوب أهل الموصل، فلا الحكومة عوضتهم أو عبدت الطرق ليعودوا ويعمروا بيوتهم على نفقتهم الخاصة، ولا الألغام أزيلت من المدينة القديمة. واليوم يؤكد ناشطون من الموصل أن مدينتهم باتت محتلة بعلم الحكومة من ميليشيات وجهات حزبية هدفها عرقلة إعادة إعمار المدينة وعودة أبنائها إليها. تعرفون أنتم مدينة الموصل أو محافظة نينوى، هسه إذا ألزم اللي يسمون نفسهم سياسيين بالعراق كلهم واسحب من عندهم سياراتهم وبيعها، واسحب من عندهم المخصصات مال الحمايه اللي دا تنصرف لهم، وهم مو بس البرلمانيين، لا عندكم الميليشيات وعندكم مجلس الوزراء وعندكم مجلس رئاسه الجمهوريه، هذول كلهم عندهم حمايات، كلهم عندهم مواكب، وكلهم عندهم سيارات. هذول اذا الزم بس هاي الميزانيه، اي نعم ميزانيه الدوله هاي، واخذ فلوسها واروح ابني الموصل ابنيها. المشكله اليوم بالعراق عندنا فلوس تنصرف على الكهرباء بس ما عندنا كهرباء، عندنا فلوس تنصرف على المي بس ما عندنا مي، عندنا فلوس تنصرف على مدن بس ما عندنا مدن، عندنا فلوس تنصرف على التعليم بس ماكو تعليم بالعراق، واصلا العراق تعليمه زفت وانتم تعرفون وضع العراق التعليمي، عندنا فلوس تنصرف على طبع الكتب بس ماكو كتب تنصرف للطالب، لانه المدارس والمدرسين اكدوا انه المدرسه تستلم 50% من امكانياتها اصلا. فاحنا عندنا فلوس دا تنصرف بس وين دا تنصرف ما حد يعرف. عندنا مشاريع على ورق، محطات تحلية ومصافي نفط ومحطات إنتاج طاقة كهربائية، وعندنا قطارات وعندنا مطارات وعندنا هواية أمور، مثل ما شفتوا بالتقرير مطار الموصل حبر على ورق، وأكو مطارات نشرت صورها هي عبارة عن جملونات. فعدنا احنا فلوس، لكن المشكلة وضع العراق ما بمشاريع. الفلوس وين دا تروح؟ هذا ارجع واسأل بس لو نفعل قانون او سؤال اين تذهب اموال العراق. نروح الى قضية الهاشتاج او تويتر. اليوم تصدر هاشتاج في منصة تويتر في كل العالم ما له علاقة بالعراق، هو عربي، واسم تصدر منصة تويتر عربيا اسمه جيمس ويب، ورا الصور الجديدة اللي سجلها المرقاب أو التلسكوب جيمس ويب، حيث غرد رواد تويتر عن الموضوع بين من يبارك بهذا الموضوع بين من فرحان بهذا التطور العلمي بين من منبهر بوسع خلق رب العالمين جل جلاله وكبر هذا الكون. أول تغريدة على تويتر من قبس تقول: مجرد النظر لهاي الصورة من تلسكوب هاشتاج جيمس ويب تفتخر بنفسك لأنك صنيعة الصانع الذي لا مثيل له. ثاني تغريدة ويانا من الأستاذ مصطفى مارد الأسدي يقول: ضع حبة رمل على نهاية إصبعك ثم انظر لها بعد مد ذراعك إلى أقصاه، هذا ما صوره جيمس ويب من حجم الكون، صورة تجعل العقول حيارة من عظمة الخالق، بينما لا زال أهل الجهل يرى بأن النظر لوجه العالم عبادة دون هذه اللوحة الفنية. ومحمود حاج علي يقول: مزيد من الصور الرهيبة والممتعة من تلسكوب جيمس ويب،
لمجرات ونجوم والسدم التي تولد منها النجوم والكواكب. الكون المنظور الآن مو أكبر من أكبر شيء يمكن لعقولنا تخيلها. هذا التلسكوب سيغير وجهة نظر العالم والعلم عن الفلك والفضاء. سبحانك ربي ما أعظمك. وآخر تغريدة ويانا من رشا حسن تقول: تلسكوب جيمس ويب عصر جديد من الاكتشافات الفضائية العلمية. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي التغريدات حول التلسكوب جيمس اللي صور لنا بعض الصور عن المجرة والعالم قامت تفرح بهاي الصور. مشكلة اليوم أو مشكلة العراق، قبل ما نحكي بمشكلة العراق أحب أذكركم للي ما شاهد الحلقة من البداية، إحنا اليوم ناقشنا أربع ملفات. ملفنا الأول دعوة أتباع التيار الصدري أو مقتدى الصدر لصلاة جمعة موحدة يوم الجمعة المقبل، وشفتوا الصور والمواكب والسيارات الفارهة اللي الناس تساءلت من وين للتيار الصدري هاي الفلوس حتى يركب هاي السيارات. ملفنا الثاني بموجود وزير الكهرباء كريم عادل كريم اللي طلع وقال أنه تزويد الطاقة الكهربائية بالعراق هذا الصيف تحسن والمواطن بدأ يحس بهذا التحسن، وسمعتوا تعليقات الناس حول الطاقة الكهربائية وتزويد الطاقة الكهربائية. بعد ما قال وزير الكهرباء التحسن اللي صاير أخذنا ملف من محافظة ديالة. الملف يبين لكم بوضعية الكهرباء في منطقة اسمها برغة بناحية بحرز. شفتوا ان التوصيل الكهرباء اللي بيها الناشط اللي موجود هنا نقل المعاناة اللي موجودة داخل الناحية، وبين انه الناس دا طالب انه يكون هناك اساس صحيح او بنية تحتية صحيحة لقطاع الكهرباء بالناحية، لانه الوضع يومهم خطر والكهرباء ممدودة باسلاك غير صحيحة ويخافون من حدوث تماس. الملف الرابع تلوث المياه، جبنا به فيديوهات اثنين. الفيديو الاول من البصرة من ناحية القبلة، التلوث اللي صار هناك شفتوا الفيديو اللي دا يصور به المي، نوعية المي اللي يقول به ريحة ما طيبة وبطعم ايضا ويقول ملوث جدا وبرمل. الفيديو الثاني اللي هو باين هنا، الفيديو هذا تلوث مياه ناحية محافظة التأميم بناحية الرشاد. هاي البقعة السوداء هي نفط، النفط متسرب من أنبوب نفط الشمال إلى المي. هذا المي هو مشروع المي الأروائي اللي تعتمد عليه الفلاحين بزراعتها واللي يعتمدون عليه الناس، لأنه الفلاح إذا ما سقى الزرع يموت، وإذا مات الزرع ماته ما عنده محصول، وإذا ما عنده محصول ما راح يكون عنده مردود، وإذا ما يكون عنده مردود انخرب بيته. كانت هاي المواضيع الموجودة ويانا بحلقة صوتكم لهذا المساء. المشكلة اليوم اللي احنا نعاني من عندها بالعراق انه العراق ما بي شيء صحيح. قبل ما نوصل لنهاية الحلقة احب اقرأ بعض الواتسابات اللي وصلت ويانا للحلقة. السلام عليكم اخي افل، البصرة محافظة من محافظات ايران ويعتبروها حديقة المنزلية لهم، هم شلون يردون يديرون بالهم على الشعب والسياسيين؟ هم اذناب الايران. الرحمة لمن رحل عنا أخيكم هاوي من الأحواز العربية. السلام عليكم، ما دام الشعب أكثر هو وياهم ما سقطون لأن قادة الجيش معهم، هم سووا الحشد ودقت عشائر كلها وياهم، فما راح يصير شيء إذا ما نخلص من هاي الآفات. ورسالة أخرى تقول إنها ثورة الثورات، لو نتعلم من ثورة العشرين لكنا بدأنا بثورة إنسانية قبل أن تكون ثورة لهذا البلد. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، كل عام والقناة بألف خير، كل عام والعراقيين بألف خير. أموال العراق ذهبت في جيوب إسرائيل وأمريكا وخادمتهم إيران، ومصاريف الحروب كلها من أموال العراق، وبعدين يريدون تعويض، وكل هذا مقصود. بالنتيجة إسرائيل ستنصب وزير يهودي يسيطر على خزانة العراق المالية بغطاء أن العراقيين لصوص ويتعثرون بأموال العراقيين. ورسالة أخرى، أتمنى نشر هذا الفيديو على شاشة الرافدين. رسالة أخرى تقول أتمنى نشر هذا الفيديو على شاشة الرافدين. اللي عنده فيديو أخواني الأعزاء وريد نشره، مو هذا الرقم، اللي عنده فيديو وريد نشره على شاشة الرافدين، هذا الرقم أنت تشوفه جوا، لا، أكو شريط أبيض جوا أسفل الشاشة يم الساعة دا يمشي، هذا الشريط التابع للنهاية راح تلقي به أرقام اثنين، ذني الأرقام لنافذة أنت ترى، تقدرون تدزون فيديوهاتكم على هذا الرقم على هاي النافذة وجدتها قناة الرافدين حتى نأخذ من عندكم الفيديوهات إن شاء الله وننشرها على
شاشتكم شاشة الرافدين. مشاهدينا الكرام، مشاكلنا هواية، ومن ضمن مشاكلنا أنه إحنا ما نعرف حقنا وين، فلوسنا وين، حياتنا وين. العراق إلنا، بس خيرات العراق مو إلنا. العراق مالتنا، بس اللي موجود داخل أرض هذا العراق وعليه وفوقه مو إلنا. العراق عراقنا، بس اللي يحكمون هذا البلد باعوه لدول الجوار وللولايات المتحدة الأمريكية. فأنتوا تتخيلون إذا يرجع، إذا تردون العراق يرجع إلكم وأمر بيديكم، الحل شنو؟ الجواب يمكم. أتمنى تجاوبونا على هذا السؤال بحلقاتنا الجاية من برنامج صوتكم. انتظرونا بإذن الله بحلقة جديدة باكر. في أمان الله.